سئل الإمام علي عليه السلام ما يفسد أمر القوم يا أمير المؤمنين؟ قال: ثلاث: وضع الصغير مكان الكبير، ووضع الجاهل مكان العالم، ووضع التابع بموضع القائد. هناك أيضا قول: القادة الحقيقيون لا يصنعون أتباعا لهم، إنهم يصنعون مزيدا من القادة. فليس عيبا أن نعترف بالخطأ، لكن العيب أن نعرف الخطأ ونسكت عليه. واليوم يا مكثر الأخطاء ويجيب اللي عنده لسان واللي يعترف به.